الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، نحن في شهر البركات، شهر تنزل الرحمات تتصفد فيه الشياطين، شهر القرآن، شهر الذي أنزل الله جل وعلا فيه كتابه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاختص الله جل وعلا هذا الشهر بأن أنزل فيه القرآن كتابا يتلى، هذا القرآن الذي من أراد نورا وهدى فعليه بهذا الكتاب، هذا القرآن الذي وصفه من كان من أهل الكفر بقوله إن له لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق، هذا القرآن الذي ما سمع به أهل الكفر إلا طأطأوا رؤوسهم خاشعين خاضعين، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أمرنا الله جل وعلا بتلاوته والإكثار من قراءته، فقال سبحانه أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، ويقول سبحانه ورتل القرآن ترتيلا. جعل الله جل وعلا بكل حرف حسنة وبكل حسنة عشر أمثالها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من أراد السكينة والطمأنينة والراحة فعليه بهذا الكتاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بذلك نور من الله جل وعلا. من أراد الشفاء فعليه بقراءة القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إن أردت السعادة ففي كتاب الله جل وعلا، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا الكتاب الذي كان صحابة رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم التزموا به التزاما تاما، قراءة وتدبرا في رمضان وفي غير رمضان، إلا أن علاقتهم بكتاب الله جل وعلا في رمضان كانت أشد من بقية الشهور، لأن الشهر إنما شهر القرآن. اجتمع في هذا الشهر للعبد مغفرتان للذنوب ووقايتان من النار، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان بهذا الكتاب إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الفضيل يدارس جبريل القرآن، فكان ينزل عليه في كل ليلة فيدارسه كتاب الله جل وعلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، كان يطيل في صلاته عليه الصلاة والسلام في رمضان في الليل ما لا يطير في غير رمضان، فكان يقرأ بالبقرة والنساء ثم آل عمران في ركعة واحدة، أطال بالصلاة حتى دخل عليهم بلال يستأذنهم لأذان صلاة الفجر. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كانت علاقتهم بالقرآن في شهر رمضان. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يختم القرآن في كل يوم، وكذلك ما جاء عن سلف الأمة وعلاقتهم بكتاب الله جل وعلا في شهر رمضان. فهذا الزهري يقول إذا دخل رمضان فقراءة القرآن وإطعام الطعام. والإمام مالك رحمه الله تعالى إمام المحدثين إمام الفقهاء كان يشتغل بتعليم الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتعقد مجالسه لتعليم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل رمضان انكب على القرآن. وسفيان الثوري
كان يزيد من العبادة، فإذا دخل رمضان انشغل بالقرآن عن جميع العبادات. والإمام البخاري رحمه الله تعالى كان يختم في كل نهار رمضان ختمة واحدة، وفي كل ثلاث ليال ختمة واحدة. هكذا كانوا سلف الأمة مع كتاب الله جل وعلا في هذا الشهر الفضيل، هو قرآن أنزل من عند الله جل وعلا، يقرؤونه ليلا ونهارا في هذا الشهر الفضيل، يتدبرون آياته، يلتزمون حدوده، يلتزمون بكل ما أمر الله جل وعلا في كتابه في رمضان وفي غير رمضان. إلا أن تعلقهم بكتاب الله جل وعلا في شهر رمضان كان أكثر بكثير من غيره، فينبغي علينا ألا نضيع أوقاتنا ونحن في شهر القرآن الكريم، أن نستغل كل لحظة ووقت في قراءة كتاب الله جل وعلا. وقد يسر الله جل وعلا لنا في هذا الزمان ما لا ييسره لغيرنا، فيستطيع الإنسان وهو خارج بسيارته إلى عمله وإلى مهامه وهو يقوم بقراءة القرآن عن طريق المذياع، فيردد خلف قارئ القرآن إلى غير ذلك من التطبيقات التي يجدها في هاتفه وفي غيرها من الوسائل، فيسر الله جل وعلا لنا السبل. علينا أن نستغل هذه النعم وأن نزيد من تقربنا إلى الله جل وعلا وتعلقنا بهذا الكتاب الذي هو خير كله، الذي فيه الهدى، الذي فيه النور، الذي فيه الخير كله للأمة في الدنيا وفي الآخرة، وبها تكون درجات العباد. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وإذا كان يوم القيامة فإن القرآن يكون شفيعا لمن كان تاليا له مكثرا منه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وفي جنات الخلد الدرجات على قدر حفظك لكتاب الله جل وعلا. يقال للعبد اقرأ وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والله يسر لك في هذا العام ما لا ييسره لك في غيره من وجود أبنائك في المنزل ووجودك في المنزل والتزامك للمنزل، فاستغل ذلك بتعليم أبنائك لكتاب الله جل وعلا، وذلك مما أوجبه الله جل وعلا عليك. فالقدر الذي يتم به الواجب لا بد من تعلمه، ولا تصح صلاة العبد بغير كتاب الله جل وعلا. فكن مستغلا لأوقاتك، وكن مستغلا لهذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا علينا في هذا العام من وجود أوقات الفراغ، فاستغلوا ذلك تمسكا وقراءة وتدبرا بكتاب الله جل وعلا حرفا وتفسيرا وتطبيقا والتزاما. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.